كاينين في الشارع كتاكلوا سندوتش في الشارع. واش ما احتياط دخل الدار ديالك هو الاحتياط اش غير؟ دابا خرجوا الدور ديالكم الله يجزيكم الله يرحم الوالدين. صريح باش تخرج سمعتي البلاغ السيد وزير الداخليه برادر يلا عمي قلل شويه من الخرج الله يرحمك. لا هذيك ديال الخدمة عرفني شرحت لي هذا ديال السنتر طابقين وحده السنتر فاش خدام انت؟ فاش خدامة؟ لا عندها تيستاسيون دو طابقين ماشي مشكل يلا ها 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 وبعد تكون قرار معكس الحيز الامني لدينا عناصر القوات المساعده والعناصر الامنيه كما تشاهدون صافي شوف حاول بنادم صافي صرا القديمه ديالي في الحاله ماشي هو الشركه اللي مشغلك سني هنايا انت خدامه فاش خدامه هو المشغل ديالك هو اللي خصو يعطيك شهاده العمل صافي وهذه دابا سنيتي انت خص دابا حنا المراقبين خصنا نسنيو الكاش ماشي الا المشغل ديالك فهمتيني يا مدام يلا هاك لا للشركه خصها تعطيك هي الورقه هي الدراجات الدراجات الناريه هل يمكن توفروا على رخصه الخروج ام لا طبعا ما رقيتش من